السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن don't have to needn't. don't have to لا يجب أو لا يلزم، needn't لا يحتاج. يجب أن نعرف have to بمعنى يجب، has to أيضا بمعنى يجب. إذا كان عندنا he, she, it نستخدم has to، يعني he has to, she has to, it has to. باقي عندنا الضمائر I, we, you, they نستخدم have to، يعني I have to, we have to, you have to, they have to. لكن have to يجب، has to يجب. أثناء النفي مثل عندنا he has to go. إذا أريد أن فيها أكتب هي doesn't have to go، يعني لا يجب أن يذهب. لاحظ doesn't استخدم بعدها have to، يعني has بعد does رجعناها إلى المصدر، لأن مصدر أفعال ملك have. لا نستطيع أن نقول he doesn't has to، he doesn't have to. كما نعلم أيضا he she it نستخدم معها does كما قلنا سابقا بزمن المضارع البسيط. إذا كان عندنا I we you they نستخدم do. إذا كان عندنا جملة they have to go أريد أن فيها فقط أستخدم don't have to، تبقى كما هي they don't have to go. إذا استخدمنا don't have to go، إذا ملاحظة إذا كان عندنا بعد does و do نستخدم have to، نستبدل has to ب have to. إذا كان بالماضي he had to go نريد أن فيها نستخدم بالماضي كما نعلم الفعل المساعد هو did، تصبح he didn't have to go. أيضا نرجع أو نستبدل had ب have to تصبح didn't. didn't كما قلنا نترجمها لم يتوجب أن يذهب. إذا دائما بعد الفعل المساعد does do did نستخدم have to. الحين بيرجع لدرس المضارع البسيط والماضي البسيط، شرحنا كثير من الفيديوهات. ممكن تروح على القناة قوام التشغيل الأزمنة وتشاهد جميع الفيديوهات المتعلقة بالأزمنة. أيضا أنت بالنسبة للنيد ممكن عملها كمين فيرب، يعني فعل أساسي بالجملة، أو نسميه فعل عادي أو فعل رئيسي، كلها نفس التسميات. أو يكون فعل auxiliary verb أو helping verb، فعل مساعد. يعني لماذا مساعد دائما؟ مساعد لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال وتشكيل النفي. إذا دائما تسمع helping verb فعل مساعد. لماذا فعل مساعد يا أستاذ؟ لأنه يساعدنا على تشكيل النفي والسؤال دائما وأبدا. سمعت auxiliary verb فعل مساعد، helping verb أيضا فعل مساعد. لماذا فعل مساعد؟ نعيد مرارا تكرارا لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي. إذا فعل need نعمله معاملتين، كفعل رئيسي ممكن نستخدم فعل رئيسي أو فعل مساعد. كيف يعني الفعل الرئيسي؟ they need my help، يحتاجون مساعدتي. لاحظ need هو الفعل الرئيسي بالجملة. دائما باللغة الإنجليزية نبدأ بالفاعل بعدين الفعل، إذا الفعل هو need فعل رئيسي بالجملة. they don't need my help، لا يحتاجون مساعدتي. إذا بالمضارع البسيط فقط نضع كما نعلم don't أو doesn't قبل الفعل need. do they need my help، هل يحتاجون مساعدتي؟ أثناء السؤال نستخدم do، بعدها الفعل
ايضا بصيغه المصدر. اذا هذا نعامل معامله كاي فعل مثل go، مثل eat، drink، drive، اي فعل write. اذا اي فعل بالجمله الانجليزيه نفس الطريقه. ايضا need نفسه يعتبر helping verb، فعل مساعد، يعني ما يحتاج لا do ولا does ولا did. مثلا need I read the story، هل احتاج ان اقرا القصه؟ اذا اثناء السؤال لاحظ فقط وضعنا need في بدايه الجمله، ما احتاج انا do او does او did، لان عندنا need عملناها هي نفسها الفعل المساعد. اذا فعل مساعد بمعنى انه ماذا يعني فعل مساعد؟ انه اثناء تشكيل السؤال نضعه في بدايه الجمله، لا نحتاج لدو داز. دائما وابدا انتبه، نيد نعامل معامله فعل مساعد او انه فعل عادي. I didn't read the story، يعني لا احتاج ان اقرا القصه. ايضا نيد مباشره حطيت عليها not، بينما هنا نلاحظ نيد لن اضع عليها not، مباشرة استخدمت قبلها don't. هذه الحالة استخدمت need وضعت عليها not. they need لاحظ أثناء السؤال استخدمنا do، أثناء السؤال لأنه هي فعل مساعد نفسها وضعناها في بداية الجملة. بالماضي دائما استخدم التركيب هذا need، عندنا have والفعل بالتصريف الثالث، يعني يجي بعده مضارع تام. لاحظ need و have والفعل بالتصريف الثالث، مثل عندنا need have gone، مثلا need have written، وهكذا. اذا بالماضي اذا كانت فعل مساعد نستخدم need و have والفعل بالتصريف الثالث. إذا كما قلنا need الماضي منها needed، don't need، doesn't need، didn't need. عندنا don't و doesn't بالمضارع أثناء النفي، و didn't بالماضي، و needed بالماضي، و need بالمضارع. هذا كان فعل رئيسي بالجملة. إذا كان فعل مساعد فقط نضعه في بداية الجملة أثناء السؤال، نحمل عليه not. إذا كان بالنفي بالماضي يجب ان نستخدم need و have والفعل بالتصريف الثالث. اذا هذه بس بعض الملاحظات عن have to و need. اول استخدام ل don't have to و needn't اذا كان عندنا lack of obligations، اذا كان عندنا عدم التزام او عدم اجبار، يعني او قله اجبار او التزام. opposite of must يعني عكس يجب. لاحظ have to كما قلنا يجب، ننتبه ايضا need وعندنا need to. لاحظ we don't have to take sleeping bags، لاحظ لا يتوجب، اذا لا يتوجب ان ناخذ حقائب للنوم. اذا اردنا ان ننفي have to وضعنا don't have to، يعني قلة إجبار أو عدم إجبار. You needn't bring، لاحظ بإمكاننا نقول you needn't bring، نستخدم مباشرة not بعد need. إذا بهذه الحالة عندنا need هي فعل مساعد، يعني فعل مساعد في الجملة وليس فعل رئيسي. إذا كما قلنا سابقا need ممكن تكون فعل رئيسي أو فعل مساعد. مباشرة بهذه الحالة فعل مساعد وضعنا عليها not. الحالة الثانية لاحظ don't need عملناها كفعل رئيسي، وضعنا don't قبل need. إذا نرجع نعيد، need ممكن أعملها بفعل مساعد أحمل عليها مباشرة not تصبح لا تحتاج أن تحضر. ممكن أعملها فعل عادي، ماذا يعني فعل عادي؟ تحتاج إلى فعل مساعد، نضع don't ايضا ترجمها لا، لا تحتاج ان تحضر. اذا انتبه you needn't bring، اذا فعل رئيسي لا نضع بعدها to، انتبه. بينما فعل عادي نستخدم need to، need to يحتاج ان نترجم بعد need، نترجم to ان، يعني لا يحتاج ان يحضر
any food أي طعام للمدرسة. إذن أول استخدام إذا كان عدم إجبار عكس يجب نستخدم don't have to وعندنا needn't والفعل مثل bring eat drink اللي هو إذا فعل مساعد أو نعملها فعل رئيسي بالجملة عندها إذا تحتاج فعل مساعد ونستخدم to ونترجم to an. أيضا انتبه needn't نضع كما قلنا not نختصرها نحذف الـ O نضع apostrophe فاصلة علوية بعدها T إذا تحذف الـ O. إذا needn't هذا فعل مساعد يعني نضع عليه مباشرة not أو كما قلنا فعل عادي نحتاج إلى don't need ونستخدم بعدها to. نستخدم هالتركيب هذا needn't or don't need to إذا كان القرار متخذ عن طريق المتكلم هو المتكلم يقول هذا الشيء بينما don't أو doesn't have to كما قلنا he she it نستخدم معها doesn't بقى ضمان نستخدم don't. don't have to أو doesn't have to إذا كان المتكلم ينقل أوامر من أشخاص آخرين يعني ليس قراره قرار ناس آخرين. إذا needn't إذا كان القرار أنا أقرر هالكلام هذا بينما don't have to إذا كان أنا أنقل قرارات مو قراري قرارات ناس أو أناس آخرين. You needn't wear formal clothes at work يعني لا يحتاج أن ترتدي ملابس رسمية في العمل. إذا هذا قراري أنا بينما the policeman says we don't have to pay for parking here يقول الشرطي أو رجل الشرطة إذا لا يتوجب أن ندفع لموقف السيارات أو للباركين هنا. القرار هذا قرار الباركين يعني دفع فلوس لإيقاف السيارة ليس قرار الشرطي بل قرار الحكومة لذلك نستخدم don't have to. إذا الشرطة نقل قرارات الحكومة بين هنا أنا أتكلم عن قراري نفسي. When I was a child I didn't have to help with the house work. إذا عندما كنت طفلا لاحظ عندما أنا كنت طفلا I didn't have to يعني لم يتوجب أن أساعد بأعمال المنزل. إذا بالماضي نستخدم didn't بعدها نستخدم have to. ننتبه على هذه الملاحظة المهمة عندنا didn't need to والفعل بالتصريف الأول يعني فعل بالمصدر يعني didn't need to مثل عندنا نستخدم فعل go هذا go بالتصريف الأول. needn't have verb 3 يعني نستخدم بعد have gone. إذا بدل الverb 3 gone verb 1 go يعني didn't need to والفعل بالتصريف الأول needn't have والverb 3 يعني الزمن المضارع التام. متى نستخدمه؟ نلاحظ نشرح هذا المثالين بيكون صورة أوضح. He didn't need to wash the dishes. He didn't have washed the dishes. He didn't need to wash the dishes. إذن هو لا يحتاج أن يغسل الصحون. لماذا؟ هو لم يقم بهذا الشيء لأنه يعرف أن الصحون راح نرميها. لذلك هو لم يغسل الصحون لم يفعل هذا الشيء لأنه يعرف أنه بعد الأكل راح بتكون استخدام مرة واحدة ويرميها. He didn't have washed the dishes هو غسل الصحون لكنه لا يعلم بأنه سوف نرمي هذا الصحون بعد الأكل لأنه تستخدم مرة واحدة. إذن هنا يعلم بأن الصحون تستخدم مرة واحدة لذلك لم يغسلهم يعرف سوف نرميها. هذا الحدث يعني لم يفعل الشيء هذا إذا استخدم didn't. إذا استخدم didn't و have washed يعني مضارع تام يعني هو غسل الصحون لأنه لا يعلم بأن هذا الصحون سوف نرميها يعني هنا لم يفعل هنا فعل الشيء هنا لم يفعل الشيء لأنه يعلم وهنا فعل الشيء لأنه لم يكن أو لا يعلم.
لم يكن يعلم. ننتبه على هذه الملاحظة المهمة جدا. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلم فيه عن didn't و don't have to. أخذنا بعض الأمثلة والملاحظات المهمة في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.